اول حاجه قال لك توفير منصه لبث مراجعات ليله الامتحان لطلاب الثانويه العامه. والله كلام محترم جدا جدا جدا. الغاء المواد غير المضافه للمجموع من جدول الثانويه العامه واستبدالها بامتحانات منزليه. واحنا الكلام ده طالبناه وناشدنا معالي السيد وزير التربيه والتعليم يوم الاربعاء والحمد لله استجاب. عايز اقول لحضراتكم بس عشان الصوره تكون واضحه، احنا عملنا الحلقه دي يوم الاربعاء، يوم الخميس انا تلقيت على تليفوني يمكن 6 أو 7 يعني ناس ناقشت الموضوع، بعتت ده اللي مطلوب وده كذا ومش من العدل ان انت تنزل اولادنا على مواد بره المجموع يعني الى اخره، وتم توصيل هذا الكلام للجهات المعنيه والحمد لله كانت الاستجابه زي ما حضراتكم شفتم كده. يعني كان ايش خيال يا ناس، عندنا حكومه بتستجيب لمطالب مواطنيها وده يحسب جدا لهذه الحكومه. ومره تانية الوضع فعلا صعب والناس تعبانه، فاي حاجه نعملها نخفف عليهم وطئه يعني وجع القلب اللي احنا عايشينه ده. يعني في حديث بيقول لك ايه، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه. النهارده اللي عملته وزاره التربيه والتعليم هي رفقت بنا، لانه احنا فعلا يعني مش هنتحمل كتير قوي من الضغوط اللي جايه من كل ناحيه. طبعا بقى كلام كتير في ال 14 بند ده، ممنوع دخول اللجنه باربع حاجات: الاجهزه الالكترونيه، الهاتف المحمول، الكتب، السماعات. كمان توفير 7 مليون جوانتي للمعلمين والناس اللي بتقدر الامتحانات في الثانويه العامه. امتحن وانت مطمن، احنا بنحمي ولادنا وبنحمي بلدنا. صح كلام، الاجراءات كلها ماشيه في السكه دي. منع تجمعات الطلاب او للاهالي امام اللجان عقب انتهاء الامتحان. اي طالب حرارته عاليه سيتم نقله بالاسعاف. اي طالب موجود في منطقه يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات ويدخل الدور الثاني. وده برضه كلام عائل، نعمل دور تاني لحد ظروفه، حد مش يعني كل لجنه سوف يكون فيها مسؤول صحي تابع لوزاره الصحه. ونشكر الاطباء على المجهود اللي بيقوموا بيه، شكر كبير جدا جدا جدا، اثبتوا ان هم رجاله طبعا بما فيهم سيدات بمعنى الرجوله يعني، بما فيهم السيدات والاطقم الطبيه اللي بيبذلوا مجهود خرافي، ولولاهم كان زماننا زي دول تانيه بنسمع عنها. اللي هيسمح له بخوض الدور الثاني ورصد في بعض المواد سيدخل دورا اخر. كده بقى ايه، انت واخد خدمه 9 نجوم ايها الطالب، ده انت هتدخل امتحان، لو رصدت تدخل امتحان ثاني. يعني ما الدور ده بقى سيكون لمن تطبق عليه اسباب قهريه مفهومه طبعا، حد بقى في ظل الظروف دهيت يعني اي حاجه لا قدر الله مش كويسه تحصل، يبقى لازم ما نحملش الناس فوق طاقتها. تعقيم اوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزاره الداخليه، هيكون في لجان على مستوى المحافظه تقوم بمتابعه الامتحانات. عدد اللجان هيكون حوالي 56,600 لجنه، بالاضافه لانه عدد الطلاب زي ما قلنا قبل من كده 653,000 طالب، طبعا معاهم اعداد كبيره من المشرفين على الامتحانات بالاضافه الى الكنترول والتصحيح والكلام ده. في تعقيم طبعا لجان الثانويه العامه بقى نفسها، هيكون اقوى تعقيم على مستوى جمهوريه مصر العربيه وده مهم جدا. كمان توفير 33 مليون كمامه وغطاء احذيه و17,000 كاشف حراري. اللي يعني بقوله لحضراتكم انه الدوله يعني طبعا يعني انا في مقام اللي بحب دايما ان الدوله بتاعتي تكون ناجحه وتكون بتحقق مطالب المواطنين وتكون بتعامل الناس بالرفق والرحمه والى اخره، اذا استطاع طبعا في حدود القانون، يعني مش هنبوظ القانون علشان يعني نجامل بعض، ما نجاملش بقى في فترات سابقه كنا بنجامل بعض على حساب المستقبل، انما لا، اولادنا لازم يدخلوا امتحانات والامتحانات لازم تتصحح بطريقه عادله، واللي من حقه انه يدخل كليه معينه يدخلها واللي مش من حقه ما يدخلش الى اخره. معي الاستاذه غادة النوبي، ايوه الادمن بتاعت صفحة ابطال الثانوية العامة. ازي حضرتك استاذة غادة، ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك. فاكراني انا اللي كنت معاك يوم الاربعاء اللي فات؟ طبعا طبعا طبعا، بقدم الشكر لحضرتك على مساندتك لاولياء الامور وايصال صوتهم، بشكرك جدا جدا على اتاحه الفرصه دي، الف الف شكر. لا ربنا يخليك، انا بس عايز اقول يعني انا بقول عشان زمايلي اللي في البرنامج، احنا لعبنا دور، يعني انا عارف ان احنا لعبنا دور في انه مطالب حضراتكم توصل للساده المسؤولين، يعني دي معلومه مش مش
مش امنيه عندي يعني، يعني احنا بعد ما خلصنا البرنامج اللي انتوا قلتوه لحد بعيد وصل، واعتقد انه جزء كبير من قرارات النهارده هو استجابه لمطالب عادله ومنطقيه من وجهه نظري المتواضعه، من وجهه نظر حضرتك لما كنت معانا، انه يا اخوانا يعني نخفف على الناس ونطمنهم ونقول لهم ان في اجراءات، لانه امتحان الثانويه العامه هو امتحان طبعاً تقوم به الدوله المصريه مش بس وزاره التربيه والتعليم. هو النهاردة طبعا أولياء الأمور من امبارح محدش نام، الكل منتظر المؤتمر ده كأنه مستني بالضبط نتيجة الثانوية العامة. وبقول لك النهاردة على بعد المؤتمر السعادة والفرحة اللي كان فيها أولياء الأمور، يعني أنا بتقدم بأسم آيات الشكر للدكتور طارق شوقي للإجراءات اللي تم عرضها في الفيديو، إجراءات الوقاية وإجراءات التعقيم للولاد وللجان والبوكلت، وشكرا يعني قوي 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 بقى كمان مخصوص يعني لموضوع المواد الغير مضافه اللي هياخدوا البوكلت ويمتحنوه في البيت دي، يعني شاكرين جدا جدا. طب اغششك حاجه؟ نعم. اغششك حاجه؟ اشكر الرئيس كمان. الف الف الف. لا والله يعني صحيح، يعني انا طبعا فاهم ان الدكتور طارق شوقي بيقوم بمجهود خرافي طبعا، انما طبعاً يعني الموضوع مش وزارته بس يعني طبعاً. يعني في الاخر كده لو اهالي طلبه الثانويه العامه ما يعني عندهم مشاكل، مصر عندها مشاكل، لانه جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري هم طلابنا واولياء الامور الى اخره. الف شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الف شكر، ربنا يبارك فيه يا رب، والف شكر للدوله كلها، وشكرا جزيلا سعاده الوزير. وانا بقى ليا مناشده لسياده الوزير، ينبه على المديريات التعليميه تنفذ الاوامر كلها، يعني تنفذ اوامره، ما يبقاش فيه اهتمام بالجيزه والقاهره بس، لا يبقى كل المحافظات يعني يشدد عليهم تنفيذ الاوامر. وكمان بناشد الساده اولياء الامور ما بلاش نتجمع بقى قدام اللجان عشان احنا هنأذي ولادنا. صح، ما نأذيش بقى بنفسنا، ما الدوله عملت اللي عليها، كمان المجتمع يعمل اللي عليه. وكمان بناشد بقى ايه المراقبين اللي هيراقبوا عليهم، دول ولادكم وهيمتحنوا في ظروف صعبه، يعني خليكم حريصين على نفسيتهم وهم بيمتحنوا، يعني بلاش توتروهم، يعني اتراعوا لنفسيتهم والظروف اللي هم هينزلوا فيها. وبرده بكرر الشكر تاني للدكتور طارق، شكرا شكرا يعني يا فندم. احنا انا والله سعيد فعلا، انا ما عنديش حد في الثانويه العامه يعني، بس انا سعيد إنه ولادك كلهم ولادك، طبعا كلهم ولادي واخواتي الصغيرين، ربنا يبارك فيك. بشكرك استاذه غاده، شكرا جزيلا. بس انا عايز اقول ان سعيد ان الدوله استجابت، لان الحاجات دي بتبقى حساسه شويه، يعني شوف انفاق. وبرده دي حاجه غريبه، ما هو برده لازم نتامل ليه الانسان المصري بيصرف هذا الكم من الاموال على اولاده، على التعليم ولاده، مدارس لو مدارس شغاله خلاص مش هيديك دروس خصوصيه، فبيروح وسناتر ومش عارف، وتلاقي الاب ولا الام يا ابني والنبي خد ذاكر ده يا حبيبي ذاكر، يا برضو احنا فينا جوانا زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، احنا لغايه دلوقتي لسه بنرفع قضايا، رغم احنا عارفين ان في 20 مليون قضيه، من الرقم قريب من الرقم الحقيقي، انا مش بدي اي مثل، انما لسه مؤمنين بالقضاء يعني بالقضاء بمرفق القضاء، ولسه مؤمنين ان الراجل اللي قاعد على منصه القضاء ده راجل عادل وراجل هيحكم بالحق على قد ما يقدر في حدود المتاح، طبعا ما هو مش ربنا يعني، فاحنا بنروح له، احنا مؤمنين بالدوله لغايه دلوقتي، احنا مؤمنين بالعلم رغم كل التخاريف اللي احنا عايشين فيها نحاول. طب اقول لك ما هو ده مش علم، دي شهاده، يعني هو مش انفاق على علم. ايوه ما هو احنا بنحاول نقول لاولادنا حاولوا تتعلموا علشان تحصلوا على الشهاده، يعني احنا تركيبه، ما بقولش ان احنا بدعه من البشر يعني وغير اي حد تاني، بس بقول انه احنا يعني مقومات الانسان النهض من النهضه يعني موجوده، بس هي عايزه يعاد توجيهها كده، يعني احنا بنعمل المجهود بس احنا ماشي كده، هو المفروض الزاويه تيجي شويه، عارفين سعيد صالح لما كل حته سليمه بس لوحدها تمام.